بمحمد خطر المحامد يعظم. بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينك وكمدة محاذروين كين حرير كاهاي وعن كسو قاضنينا الأمر بحفظ اللسان إن لا يسفرايو عربك إن لا إلاليو ولغا إلاليو وحي إلهي سبحانه وتعالى أو صنوبانين إن لغوشيغو أما لغوديميو إن لغرهابو لسانك لغرهابو إلهي سبحانه وتعالى وحا ويري ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحال الربا حبنها إلهي سبحانه وتعالى ونسيي أو قالق أه أو إنسان كالإسكاك تركيبي إن لغا إلاليه وحي إلهي سبحانه وتعالى وكرهابي غارهان كوى مركز ليرى الحواس الخمسة ليرى هدو شنطة وحلقو الدرامو سيقارة إن لو إلالي يألو بهاي. إلهي سبحانه وتعالى وحو دهي سورة الإسراء آيات صدني اللحاد ولا تقفها راع أيوده إلهي ما ليس لك به علم وحاذن أقال أذن كلهي شيء أذيق أقال أذن أولهين هراع راعين وحان علمك أو سنكو تعلقين أو قول أما فعل مركا رنتاسي وحيكو قلينيسا إنا شهادة زور آسميسيد أو واح بينها أما شهادة زور واح بينها مركا سأت كمر خاتك عضو واح بينها إنا شيكتو إنا دوح نبتو أي كينيسا مركا وحاذن أغين وأغهي هدهن محايا يلوده إلهي إن السمع مقالك لغاها وحلوغ مقلايو يا والبصر أرقا وحلوغ أركايو يا والفؤاد قلوبتا وحلوغ قادايو كل أولئك كان عنه مسؤولا. انتا صودا واليسك سؤاليا مال انتا قيامو قف والبا انتي وحو كسميي ايا لغا سؤاليا وحي مركاسي لغيه سأو كودغيستي إنه خير وكده جيستي يا إنه شر وكده جيستي إنها وح وكفيري وح إلهي أبنيي يا وح أن الله أبنين لابت وح وجليي إنه مارت يا وح وناس قلب جيس الجلي يا وح إنه جلي سيدا مارت يا وحيا بها ليلى أمراض القلبية حسد كأي حقد كأيو وحيا بها أم في عنين ورن يا عقيدة فاسد كا إنه قلب جيس الجلي إيه إنه سنجرين أمورها صورا ما لنت قيامه والإسك السؤال يا هوده إلهي وحي الوسمي إلهي سبحانه وتعالى حواستاس الله ونوسمي مركا وحا لرهبا وحان أذن أذو أغين إن أذن راع راع وحل إلى تجسس أذن سمين أذن مركاسي وحان لغود درسنين أذن مركا سعيب هودا هاد هاد أذن إسلين معايا لوحا كلاودا هي الله سبحانه وتعالى سورة قاف آيات تبن يسديدات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إنسان كو قول كما هدله إلا وحا أكتي سجوغة مدمارة يا إلالنا يا أو حفظنا يا لبا ملك أولي رقيب يا عتيد أو مدنا وحاوية خير كوك قرأي مدنا شرط كوك قرأي مركا غفو البلسان كيسان وحكا صوم بحاية وإلا سوغايا أيضو إلهي سبحانه وتعالى علمي جيسا لغول السعودو أيها هدنا ملائك إلهي وراعي إنسانك أيها إلالين أيان أو مركا سوح على لوه عمل
أما سيمارة يا قولة أما سفعلة كل واسو تغا يعني وحكا سوء إنسان كو سمايو هدي أو قول كو سمايو يهدو فعل كو سمايو ملايك تاس أيا مركاساك قريس وها حديث سوء أروري قفك مؤمن كامرك أو دنتو لابن ملك أيا قبر جيس أكديوك سنايا oo waxa weeye markaasi ilaahay subhanahu wa ta'ala aabudaaya markaas labadaas malag sawowgooda ayaa loo qoraya qofka muuminka ilaa yoomil qiyaamati wa markii qofka muuminka ah wanaag iyo khayr uu ka shaqay jiray markuu dhinto laba malag ayaa qabrigiisa ag istaageysa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay aabudayaan مركاسا سووغا كدش عباداس الله يعبوديان ايا قفكاس مؤمنكا او وناغا كشقاي جيراي ايا لو قريا هدا هدي وها وهي مركاسي قف كلا او يهنه شر ايا لو قريا مركا الهي وحو داي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان كو قول كما دواقو الا وها اكتيسا جوغا مد مارتي عمل كيس إلى لناية أو حفظناية ملك استوحالي إلى رقيبنا والا رهي لأن علمود عتيدنا والي إلى هذا مركا هذا مركي وحكا سوء كا صوبح أو لسان كا كي ماذا هذا يبا ملائكو أي كا قريسو محال وبا هاي هاي وحا ملائكتو أي كا قريسو إنا خير كون نقضان إنا لسان كا قاد كود داشد إنا سمع كا مقل كا قاد كود داشد إن أد أرق جاج أتكود داشت إن أد قلوب تاد أتكود داش أيه لو بهين سيدا ومرك اللي جاهد له إمام كان وينه إمام النووي أيه وحى وده هاي واحد أجا تا يوده هاي قف كصوم مكلف إن يكوها بونتها يقول لجد دون أي عرب كيس إنه إلى عليه هذا لما أنت سنا وكأ إلى عليه إلا هذا الإنو يهي مو يانا مصلحة أي كم وقنيس marka la hadlaayo sideedaba la iska hadal oo ma hadlo dadka waxyaabaha fadhi ku dirka la yiraado ku hadlaaya oo lisan kooda kontrolka uusan lahaynin qatar bay ku sugan yihiin marka la hadlaayo hadalku wuxuu iska leeyahay jid loo marayo iska leeyahay marka hadlayso oo qof muslima ah tahay hadalkaad hadlayso wada loo maro waa inuu lahaado marka qofku waa inuu san ku hadlin ayuu dhahay imaam nawawi illa hadal maslaha ay ka muuqanayso mooyaana oo qofku markuu wax sheego oo qowlki uu ka soo baxo waa inay maslaha ka daahireyso hadii waxa weeye hadalka oo la yiraahdo ama laga tago maslaxadu ay ku siman tahay ayuu dhahay mata isa wal kalaamu wa tarku fil maslahati hadalka markii waxa weeye in la sheego iyo in la iska dhaafo maslaxadu ay ku siman tahay fa sunnatu al-imsaaku anhu ayuda waxa marka la sunaya in la iska badaayo hadalkii hadii waxa weey maslaxadiisa iyo maslaxada radiisu haday xataa isku mid tahay waxa loo baahan yahay in laga tago sunna saasa maxay yeelo waxa laga yaaba in waxa weey maslaxadi mustawaheedi qofka inuu ka gudbo markaasi waxa weey khatar uu galo لأنه أيوه لا قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه معي لو حساس له ليه هاي وعصور تقال أيوه هاي هذا الكأوب بنان أو إلا يستقه هذا أي بنان تاي قف كان شيء حرام إنه وجيده أو شيء دان كل لسان كأو فيه أما شيء كراهية أو كجيده وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء نوره waa uday imaamku arintaas way badan tahay u dhay caadada waa ku badan tahay oo qof ayaa waxa weeye war mubaax ayuu ku hadlaayo sheeka caadiye shaydaanki ba markaas lisaanka ka leexinaya markaas warkii wuxuu tagaya inuu xaraam oo ku tago amba qiibo gelaya xan ayuu gelaya namiinu gelaya kala kalaam oo xun oo faaxisha ayuu gelaya ama shay karaahiya ayuu markaas ku dhacaya marka arintaas oo laga nabad galana wax u dhigma ma jiraan waxa weeye hadalka haday maslaxada iyo maslaxad daradu ay ku siman tahay xataa waa laga tagaya
marka sidaas ayaa waxa weeye warka in loogu fiirsado ay haboonta hadii aynu soo qaadano xadiis saxaabiga jaliilka laga wariyay oo abu hurayra waxa uu dhahay oo nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam nabigu inuu yiri من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمد أو رسول رسول كان عور عليه الصلاة والسلام قفك إلهي إيه يوم الآخر رميسا هدي أو ورما فليقول خيرا خير هكو ورمو هشيغو أو ليصمد أما هيسك آمو صودا وهو كما ده حيسو هدا هذا ورما يسو هدا إيمان كان وا إيمان كامل وي قفك وحوي إلهي رميسا أو إيمان كيسو كامل يهي يوم الآخر رميسن هذا يوم الآخر وح الله خصيصي إيمان كلهم يوم الآخر وح كل لازم يالي وح قيامة جرنا إن له رميو هاي الهديو قيامة أو رميسن هاي قيامة وح كل من يسنا قفك سوى رميسن قيامة يا وح كل من يصور نواء قوة جران بركة خير هالشيء يا جايودا رسولك عليه الصلاة والسلام أو اللي يصمد أمها إسكاء مصورة هذا خير شيء جين إن هذا إسكاء مصاد لسان كاجد حيرته سيد حديث كده رأي أو صحابي جليل كهيو معاذ بن جبل وأكتر دوناه رسولك عليه الصلاة والسلام كف عليك هذا أودهي إن النبي عليه الصلاة والسلام لسان كيس أو قبطي أيودهي مت كان إسكاء إلى اليود مركزه يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به رسول الله وحا أنو كو رمينا ميانو لو قبنايا مركاسو نبو حودا عليه الصلاة والسلام سكرت كأمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أما أو أما حودا على مناخرهم إلا حسائد ألسنة مودة هو يدا وغي كويسي هدا هل هيس أي عربت الهاجر توي هبار ما سومالي دا بغدا مركي ور إسرائي ور أدوغا بأي ويسير هذا هبارنا كم وضو ضد كمية النار تلاقو كفيا إيه وجهة أو وجهة لاقو بلابا أما سسنك اللوج اللي جاي أفكا إلا وحي عرب كده هو قاسين مويا نعيور رسولك عليه الصلاة والسلام مرك اللسان كسيداس أيو خطر وكية اللسان كلاسك إلى عليو أيا لوب بهني عرب كان نويا ل وين أنا كده ذالنو قف أيا وحى أولي هدد كجهال ذا أنا وكل عرب كايا إسكا سيدا صوى وإسكا هدلا لكن قلبي كهيس نمالي حمان أولى مجيه دينو لي لا إدنا كاييري ميساتاس وهوية اللسان كان وحي كصوب حوالا إسكو لا حساب تمايا هدهي لكن سيئو خد أهو حكاقات عن واقوني أو أديقو دون أي مثلا بإناد خير شاكتو أيا لفظي وحو كاقات سبقيي إناد وح شرع أنبسا خير دراء أو فاحش أيو اللسان كاقات سبقيي مركز وحوية والغو رافيا لكن وحوية قصد وحي لو يري او حمانة والله يسوق بنايا مركز وحوية حديث كاس هو حديث متفق عليه البخاري مسلم وري حديث كان مركز وهو عضينا يا في انه ينبغي ان لا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا حديث كان وهو عضينا يا إنا يوحى بون أي تاي أو لغا مارمان أي تاي إنا لغو ورمين إلا هذا الكوينو خير يهموي هذا الكخير كمعوي وهو الذي ظهرت مسلحته ومدك مركي لغو ورمو مسلحة يسا إسكم وقت شيء وحوية مركات كو هذا شو إنا مسلحة كإمانة يسا أي ظاهر تايوي ومتى شك في ظهور المسلحة فلا يتكلم مركي لا شكيو مسلحة إنا يسن كجرين waxa weeye lagu hadli maayo qofka saw waxa weeye marka waa inuu naftiisa xukuma oo waxa weeye uu ka baarandiga waxa uu ku hadlaayo maxay yeelay ilaahay waa tawdhaanu soo mareeynay inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiika kana anhu mas'ula wa tawdha allah subhanahu wa ta'ala qof mukallafana hadii ilaahay uu ka dhigay xubnahaas adiga kugu yaala adiga ayaa mas'uul ka ah adiga ayaa laga doonaya saad ku ilaali lahayday wixii markaas xubn hada ad ku fasho maalinta qiyaamo wa naftada ku markaad ka isa wa ta ilaahi u leey subhanahu wa ta'ala al yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashaddu arjuluhum bima kanu ya'malun marka wa in la iska ilaaliya waxa lisaanka laga sheegayo hadhow maalinta qiyaamo qofku markuu dafiro wixii lisaanka uu ka sheegay ilaahi wuxuu ka dhawaajinaya
جوارح دي سكرين تود وها وي أفك والد بوليا لغه با هدلاي قعمه با هدلاي أيق با هدلاي وحا سانا لكو سمي الله إيلي مركا وها وي وإن لغا فير سدا قفو البجير كيس إلهي با راعي إلهي با مركاسي مسؤولية كالساري وحا جير كينا آنوغو أديغينو أما آنو كو سمينينو وينو سكيلالنا مرخاتيال باكو دبتاغن إلا لديه رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه هدي قول هدي ليري فعل كنواك سيد ريه أوقفك حتى وحا ويه دونا أو سن هدلن لكن فعل أو سمينا يو ملائك تاس أيا قريس ما اللو غرلو مكرنا مجرت إلهي سبحانه وتعالى مراقبة عام كأيو إلهي إسكالله سبحانه وتعالى الله علمي إيسا قديم كوكوك يا وحكست أدي أين سوق هذا نو قفك مسلم ك وحا او يهي سيدا لوغا قبا هن يهي إنو وحا وي لسان كيس او إلاليو وعنو سوق هذا نينا حديث صحيحين هو صحابي قال لي رادو أبي موسى الأشعري لقوريي وهو داي أبي موسى قلت وحان يا رسول الله أي المسلمين أفضل رسولك إلهيو مسلمين ته كيو فضل بدن أي أكثر صوابا وي وعلى مقاما مسلمين ته كيو صواب بدن أو مقام سرية قال مركز نبو حول أيوري عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمين ته وحا أو صواب بدن أو خير بدن أو فضل بدن قف كي وحوي مسلمين تو اي كان نبات غلان عرب كيسة اي اقعان تيسة اي كان نبات غلان قف كي لسان كيسة لغان نبات غلو او يد ديسة لغان نبات غلو مؤمن وحوي ايمان كيسة او كامل هوي وحا لغاو دا من سلم المسلمون من لسانه قف كي مسلمين تو اي كان نبات غلان لسان كيسة وحا لغاو دا فلم يؤذي احدا منهم بوجه من الوجوه قف مسلمين تكمده مرنا بكو ليبي ماي لسان كيسكو ما ليباي ويده ايودا هدنا الله سبحانه وتعالى يديس هذا وها وي وها ميشان لخصيصي لسانك يا جمعها يا لخصيصي او سيجار لو شيغان كودا اب سومالي وها لو خصيصي امورتا يا سدا بدن ايغا كتيمادا معايا هذا الكوح وكي ماذا لسانك وكي ماذا فعل كنوح وكي ماذا قعنت أيو كي ماذا يد أيو كي ماذا إيه هذا وحي غير كود لغو سمايانه والله يسوق بنايا مركا وحاوية وحال لغو ذا إيه حديثك كان من سلم من ناس من أذاه قفك وحاوية ضدك أي كان نبات قلان إبكيسة هي فعل كيسة وحوية واسكمت من سلم الناس من أذاه والفعل الخارج على الغالب لا مفهوم له فعل كنا وحوية لمدواء مركة وحوية فأفضل المسلمين من لم يصدر منه أذن لأحد منهم مسلمين توحاقوا فضل بضانه وكوضى رسول كان عليه الصلاة والسلام قف أيسا كالسوفر أما أيسا كإيمان أحد أين هو إيمان واحد باته وعلى ربا قفك صو مسلم هو ولا الكاغ مسلم كاه كان بدقلو هدي قفل بقفك ولا الكيسة ونبت قليل وأدوية تلقو جوه إلا يسدوره واحد وي نلاش بساس يكوها جاجيسة هدا واحد باته ذا كاري وين اللي يسدورين نينك شاعر كاه واحد وي وما الله يدري من ناس يظلمي قفك أن واحد ظلمين أصدق أيالا ظلمين أيه وعن سوق هذا لنا حديث قال أن تود سقنا أو سهل ابن سعد لجوري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة أو رسول كان حديث صحيحين رسول كان وحورا وريا ضمانات قاضية وحورا حاية لبدي ساس لفدان دان كان إيه دان كان وحورا حاية يا ورجليه لبدي سلقات وها ودخايا او المن له الجنه جنا وبلن قاده رسول ما حاله له جيدا مره ما بين لحييه وحا لا ودا عرب كاسا لا ودا وريا اي ضمانه قاداي او ان دباته كو غيسنينين وها ودخايا لبديسان غير لفدان ولسانك
iyo labadiisa lugood waxa u dhahay iguna farjiga waay rag iyo dumar waxay ahaadaanba qofkii labadaas ii damaano qaada oo xumaanta ka dhowra janna u damaano qaada uu rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam marka hadda waxa aan laga baxsanaynin sida badan labadaas weey marka hadda waxa weeye waxa markaasi aanu ka hadlaynay al amru bi xifdi lisaani ahad annagoo hadda marka waa soo koobaynaa oo hadda darsigaas ayaanu ku soo koobaynaa laakiin darsi labaad oo markaasi asaguna xifdu lisaan ah ayaa midkaanuula sii xidhiirsanaya hase yeeshee darsigeenni koowaad oo markaasi ku tacalluqayay حفظ اللسان انت سنوغ اجي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بمحمد